عارفين المشكلة لما يبقى عندك موبايل جميل جدا، بس المشكلة ان الكاميرا الخلفية افضل بكتير من الكاميرا السيلفي، فتبقى عايز تاخد بالكاميرا الخلفية بس مش عارف تشوف نفسك. الجهاز ده حل المشكلة. طريق التوبة انطلقت بها أرواحنا تترى، وسرنا فيه أفئدة وأرواحا تعيد ذكرى. النهاردة جايب لكم اختراع بدور عليه بقالي فترة طويلة جدا، والحمد لله لقيته النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده اختراع سحري. عارفين المشكلة لما يبقى عندك موبايل جميل جدا، بس المشكلة ان الكاميرا الخلفية افضل بكتير من الكاميرا السيلفي، فتبقى عايز تاخد بالكاميرا الخلفية بس مش عارف تشوف نفسك. الجهاز ده حل المشكلة. الاختراع ده ممكن تسميه شاشة الكاميرا الخلفية، يخليك تشوف نفسك وانت بتاخد سيلفي بالكاميرا اللي جودتها عالية في الموبايل بتاعك. خلينا نفتح الصندوق. باكج شكلها جميل جدا. طبعا في كابل الشحن تايب سي، مانوال، ريموت كنترول، كده احنا فتحنا الريموت من الزرار ده. دي حاجه كويسه ان هو بيتقفل وبيتفتح عشان البطاريه ما تخلصش. وعندنا زرار واحد بس اللي يشغل الكاميرا، وعندنا كمان الهولدر ده اللي بيمسك الشاشه. خامته كويسه جدا، قوي، لاحظوا التخانه بتاعته قويه، وفي الثقب بتاع التراك بود او السيلفي ده المفروض يونيفرسال، يعني بيشتغل على اي حاجه. واخيرا النجم بتاعنا. فعلا عاجبني الباكجينج جدا. حجم الشاشه دي 3.97 بوصه، حجم كويس جدا، يعني في موبايلات بالحجم ده، الشاشه بتاعتها بالحجم ده. في عندنا هنا ثلاث زراير في الجنب ده، نلاحظ ان الاولاني ده بيفتح ويقفل اون واوف يعني، وده بيتحكم في سطوع الشاشه برايتنس يعني، وده اسمه النتورك مود. هنشوف طبعا كل ده بيشتغل ازاي. وفي الجنب الثاني هنا هنلاحظ ان في البورت بتاع الشحن ولمبه الشحن. حجم الشاشه مناسب جدا، انا شايف ان هو هيركب على اي موبايل النهارده سواء ايفون او اندرويد، وكمان ممكن يستخدم كاميرا مراقبه ان انت تشوف موبايلك او الكاميرا وانت بعيد، مش لازم تبقى لازق في الموبايل لانه بيشتغل على الواي فاي. واخيرا عندنا الشنطه الجميله دي، شنطه الحمايه للشاشه، شنطه من الفيلفت او لطيفه يعني. كده خلصنا فتح الصندوق، ما تبقوش طماعين، ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم ريفيو كامل او مراجعه، واوريكم ازاي بنوصل الشاشه بالموبايل، وازاي بنستخدمها، وازاي نثبتها على ظهر الموبايل، وازاي نستخدمها في السيلفي بمنتهى السهوله زي الكاميرا الاساسيه بتاعت الموبايل. هسيب لكم لينكات الشراء في صندوق الوصف ان شاء الله. لا تنسونا من الدعاء، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعليقاتكم لطيفه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.